الأضراب في دوما 13/6/2011 احتجاجا على دهن سلطات الأمن بباص الأمن الطفل حمزة بلي الذي توفي في 11/6/2011 مساء، وأجبر أهله على دفنه دون أي تشريع. اضراب عام في مدينة دوما 13/6. حداد على روح الطفل حمزة بلي، دوما 13/6/2011. حداد على روح الطفل حمزة بلي الذي دعسه الأمن بالسيارة. هذا هو سوق دوما.